بسبب مكالمة كابتن محمود الخطيب، الأهلي ينهي الاتفاق مع الساعي والبنوبي وزيكو ومحمد إسماعيل وحواش. وبن شرقي يصل القاهرة للتوقيع لنادي الزمالك، وزيزو يستمر مع نادي الزمالك ويرفض كل العروض الخليجية المقدمة له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكورة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وما تنساش يا صديقي العزيز تعمل لايك للفيديو وشير الفيديو في كل مكان، ما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل فولو أو متابعة أو لايك لصفحة الفيسبوك. بص يا صديقي، كابتن محمود الخطيب مفيش رئيس نادي في مصر يعني إلا من رحم ربي، قليلين قوي اللي بيرفض له طلب. ده ليه؟ لأبعاد كتيرة جدا. أول حاجة أسطورة حية لكرة القدم. تاني حاجة راجل محترم ومهذب جدا والناس كلها ما بتحبش يعني أو بتتكسف ترفض له طلب. تالت حاجة اتفاقاته بتكون سيف، يعني راجل اتفق الكلمة من غير حتى ما يكون موثقة بتتنفذ. كلام كتير يعني، مش أنا اللي هحكم على كابتن محمود الخطيب ولا أنا اللي هقول مميزاته. أنا زملكاوي بس بأقدر جدا هذا الرجل وأحترم جدا هذا الرجل يعني. المهم الأهلي في بعض المشاكل في صفقة بن رمضان. حد يقول لي ده أنت وكل الإعلاميين في مصر الرياضيين قالوا صفقة بن رمضان خلصت، هي بالفعل خلصت. وبن رمضان زي ما أنا قلت لك اتفق مع الأهلي وكل حاجة بين الأهلي وبن رمضان خلصان. ولكن نادي فرانك فاروزي أو فرانك فاروز بيلعب بالسعر بتاع محمد علي بن رمضان. بعد الاهلي ما كان في الصفقه لوحده ودخل نادي الخلود السعودي، الصفقه سعرها ارتفع، طلبوا الفرق ده من الاهلي. بعد كده دخل نادي تاني اوروبي فالصفقه سعرها ارتفع فطلبوا الفرق ده من الاهلي تاني. الاهلي قال لهم انا ما عنديش مشكله ادفع لغايه 2.3 مليون دولار، ما عنديش مشكله ان انا ممكن اوصل الصفقه 2.7 مليون دولار، بس ما تجيش تقول لي دلوقتي لا 3.5. يعني خلي بالك يا جماعه، برضو انا عارف ان انا راجل زملكاوي بس بتكلم بمرض الله في الحته دي. عارف ان جمهور الاهلي عايز بن رمضان جدا ولاعب متميز واكيد هيبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي، ولكن لازم تبقى انت عارف برضو ان انا لو مدير تعاقدات او رئيس نادي مش هفضل يتلوي دراعي للدرجات دي. يعني انا دخلت في الصفقه الاول قلت 1.8 مليون، قالوا لا. رفعت ل 2 مليون، قالوا لا. رفعت ل2300، قالوا لا. رفعت ل2400، قالوا لا. رفعت ل2700، قالوا لا. قالوا لا ليه؟ عشان انا مش قادر اوصل لارقامهم. لا، عشان كل شويه يزودوا. هم اول طلب طلبوه 2200، الاهلي قال 1.8 مليون، قالوا لا. فالاهلي قال خلاص 2200، قالوا لا. طب 2.5، الاهلي قال خلاص 2300، قالوا لا 2.5، قال لهم طب 2400، قالوا له 2.7. بص الصفقه ماشيه ازاي، قال لهم طب خلاص 2.7، قالوا طب 3. قال لهم انا رفعت 3 خلاص، لا ممكن نخش في 3.5. فطبيعي انا لو مكان النادي الاهلي هيتنازل عن الصفقه وهقطع العقد اللي بينه وبين رمضان لو الصفقه هتفضل ماشيه في السكه دي. بس بين رمضان بيضغط، وفي كلام كتير قيل ان بين رمضان مستعد للتنازل عن مبلغ كبير لدى مستحقاته النادي فرانك فاروش او فرانك فاروزي او فرانك فاروس علشان يجي النادي الاهلي عشان يكمل باقي الفلوس على الصفقه. يعني مثلا الاهلي نادي مثلا فرانك فاروز بتاع المجري اللي هو بتاع بن رمضان عايز مثلا 3 مليون، او الاهلي هيدفع 2.700، فممكن بن رمضان ينزل عن 300 فيكملوا ال 3 مليون. وبن رمضان متمسك بالاهلي جدا. فهنشوف الموضوع ماشي ازاي وايه اللي حصل وجرى في الفتره الجايه. ولكن الصفقات المحليه اسهل ما يكون، وانا سائل ناس يعني اقوياء قوي في موضوع الصفقات المحليه وكشافين مواهب وكلاء لاعبين وكده، سالتهم قالوا الصفقات المحليه في جيب كابتن محمود الخطيب واقف على تليفون انه يؤكد. فالساعي موافق، البنوبي موافق، زيكو موافق، محمد اسماعيل موافق، ومصطفى العش موافق، واحمد نادر حواش موافق، كلهم موافقين والانديه موافقه. فرق بس ان كابتن محمود الخطيب يرفع السماعه. كابتن محمود الخطيب رفع السماعه بياخد اراء اكيد، لكن ما قالش ضن. لو قال ضن اي حد من الناس دي هيجي. طب الاهلي هيجيب ايه؟ هيجيب كل دول؟ لا، هيجيب ثلاثه بس. اقربهم مين؟ محمد اسماعيل والساعي لتعويض بن رمضان، و بيفاوض ما بين البنوبي وزيكو، دول اللي جايين. نخش على موضوع بن شرقي. بن شرقي يصل القاهره في خلال ايام قليله ليكمل تعاقده مع نادي الزمالك. واحد يقول لي ازاي هو الزمالك ما فيهوش فلوس و
وعنده ايقاف قيد. اقول لك الزمالك خلاص بيخلص اجراءات فك القيد، كان علينا 110 مليون جنيه. ال 110 مليون جنيه دول خلاص يعتبر اتلموا عشان يدفعوهم. هتقول لي عليك مليون ونص دولار تاني لابراهيم اناضاي، واشتكى للفيفا او الاتحاد الدولي لكره القدم. ولكن احب اقوله لك ان هيحصل برضو يعني تراضي بين نادي الزمالك وابراهيم اناضاي وجدولا مستحقاته باذن الله، والموضوع يعني هيتظبط الفتره القادمه. وعايز اقول لك ايضا ان $110 مليون هيدفعوا، بن شرقي فلوسه هتتدبر. هو قال الراتب بتاعه كان عايز 2 مليون دولار، معلوماتي وصل ان هو مليون و100 الف دولار، يعني نزل كتير جدا. والزمالك ايضا هيبقي على زيزو، لان الزمالك عايز الموسم الجاي ينافس. هو شايف ان التشكيله اللي هيكون فيها زيزو، وزيزو يمين بن شرقي شمال، وفي النص راجع طبعا لاعب بلديه المحله المعار حسام اشرف احد هدافين الدوري، هيكون اضافه قويه جدا في هجوم نادي الزمالك. هو الهداف الثالث على الدوري وكان بيلعب في بلديه المحله، ما بالك لو يلعب في نادي ناس تقدر توصله للجون اكتر، باذن الله يكون احد هدافين الدوري الموسم القادم. فبيقول لك ان انا العب حسام اشرف ولاعب على اليمين زيزو، على الشمال بن شرقي، وراهم لاعب احمد حمدي ونصر ماهر ودونجا او عبد الله السعيد، عندك كذا اختيار. ويلعب ورا الونش يكون رجع باذن الله، وجنبه حسام عبد المجيد، والمسلوسي ايضا كمان هيكون موجود، وباك ليفت طبعا عشان موضوع فتوح الله اعلم هل الزمالك هيفسخ عقده ولا هيكمل في عقده، انا ما اعرفش، وما اعرفش ظروفه ايه، يعني الموضوع هيوصل مع فتوح لغايه فين الله اعلم. فاحتمال الزمالك يجيب باك ليفت، وكان في كلام على جوناثان نجويم، هنشوف يعني ممكن يجيب مين. وفي حراسة المرمى هيكون محمود الشناوي، وفي كلام برضو ان الزمالك ممكن يكلم حارس مرمى نادي الجونة. وزيزو خلاص رفض العروض الخليجية كلها ومكمل في نادي الزمالك باذن الله. وفي جلسة هتجمعه بكابتن حسين لبيب الفترة القادمة علشان يتفق، او يعني في خلال يومين ثلاثة خارج اسوار نادي الزمالك، غالبا هتكون في فيلا كابتن حسين لبيب، عشان يتفقوا على المقابل المادي. كان في كلام ان هو عايز 100 مليون في السنه، الكلام ده بنسبه كبيره مش صحيح. هو غالبا عايز 100 مليون في 3 سنين، لان عقده هيبقى 3 سنين، فهيبقى في السنه تقريبا في حدود ما يقارب ال 35 مليون غير بعض الاضافات والمميزات، فممكن يوصل مثلا 40 مليون جنيه في الموسم. عقده اللي فات اللي انا كنت اعرفه ما اطلعتش عليه، ولكن اللي انا كنت اعرفه انه كان 56 مليون، فهل قلل عقده؟ ما اعتقدش. فايه الحكايه وايه الروايه؟ ده اللي هيبقى لنا الايام القادمه، لان الموضوع متكتم عليه قوي في الفلوس بتاع زيزو هو عايز كام. لان يعني عروضك كانت جايه من بره قويه قوي، كان في 3.5 مليون دولار في الموسم و4 مليون دولار في الموسم، ارقام خرافيه. فلما يسيب ده ويقعد في الزمالك اكيد المقابل هيبقى اعلى من كده بكتير، مش اعلى من 4.5 مليون دولار، 4 مليون دولار، اعلى من 100 مليون في 3 مواسم. هنعرف ان شاء الله ونحاول نسال مصادرنا ونقول لكم باذن الله في اقرب وقت ممكن. كان معاكم صديقك عمرو عاطف، وانا صفحه صاحب الكوره، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد، السلام عليكم.